تشاهدون الآن نشرة الأخبار من قناة حضرموت. رئيس الجمهورية يؤكد أن الخلاص من العصابة الانقلابية المارقة هو الخيار الأوحد لبناء اليمن الاتحادي. المحافظ البحسني يعقد اجتماعا بالقادة العسكريين والأمنيين ويعلن 2018 عاما لرفع القدرات النوعية للوحدات العسكرية والأمنية والتنمية وتمكين الشباب. محافظ المهرة يترأس اجتماعا للسلطة المحلية. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى نشرة مفصلة من قناة حضرموت. أجرى فخامة الرئيس عبدالربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة اتصالا هاتفيا بمحافظ الجوف اللواء أحمد علي العكيمي للوقوف على مستجدات الأوضاع التي استطاع أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من تحقيقها تباعا في وجه العصابات الحوثية الإيرانية المارقة التي انقلبت على التوافق وغدرت بالوطن والشعب اليمني لمصلحة أجندة إيران الدخيلة على المجتمع اليمني. وأشاد فخامة الرئيس بالتضحيات البطولية التي يقدمها ويجتريحها القادة الميدانيين والضباط والصف والجنود والمقاومة الباسلة من الأبطال الأشاوس في محراب العزة والكرامة والدفاع عن الأرض والعرض بدعم وإسناد من قبل قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، مؤكدا أن الخلاص من تلك العصابات المارقة هو الخيار الأوحد لبناء اليمن الاتحادي الجديد. من جانبه عبر اللواء العكيمي باسمه وأبناء محافظة الجوف عامة مقاومة وأبطال أشاوس من حماة الوطن عن امتنانه وتقديره لمتابعة واهتمام فخامة الرئيس المستمر لسير العمليات العسكرية في مختلف الجبهات وتوجيهاته الدائمة في هذا الصدد، ومنها جبهة الجوف حيث يصنع الأبطال ملاحم الانتصار في تلاحم حميم مع كل أبناء الوطن للقضاء على المشروع الإيراني الطائفي في اليمن والمنطقة. التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر بالعاصمة المؤقتة عدن أوائل الجمهورية للعام الدراسي 2015-2016، وفي اللقاء الذي حضره وزيراء التربية والتعليم الدكتور عبدالله لملس والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حسين باسلامة، رحب رئيس مجلس الوزراء بأوائل الطلاب مؤكدا أنهم بناة المستقبل وأنهم أمل اليمن المنشود ونجومه الذين تتشرف بهم، مجددا تأكيد الحكومة واهتمامها البالغ بالطلاب الأوائل وأن الحكومة ستقدم لهم كافة أشكال الدعم والرعاية لمواصلة مسيرتهم التعليمية. ووجه رئيس الوزراء بسرعة صرف قيم التذاكر والمنح المالية للحاصلين على القبول الجامعي خصوصا لمن اقترب موعد الدراسة في الجامعات التي حصلوا على القبول فيها. كما وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي بإصدار قرار إيفاد باعتماد المنح الدراسية بعدد 14 منحة إلى ألمانيا و40 منحة إلى المغرب. من جهته أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن هناك صعوبات تواجه الوزارة فيما يخص الابتعاث وتعمل الوزارة على تجاوزها، مشيرا إلى أن عدد المنح محدود وستتبع الوزارة نظام المفاضلة للحصول على المنحة لمن يستحقها. هذا واستمع رئيس مجلس الوزراء إلى عدد من أوائل الجمهورية والمحافظات الذين عبروا عن شكرهم لدولة رئيس الوزراء على الاستماع إلى المشاكل والعراقيل التي تواجههم في سبيل الحصول على المنحة الدراسية والابتعاث، مؤكدين أنهم سيكونون عند حسن الظن في خدمة الوطن وصناعة مستقبله. عقد محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرج سالمين البحسني بمكتبه بالمكلا صباح اليوم اجتماعا ضم القادة العسكريين والأمنيين بقيادة المنطقة العسكرية الثانية في أول لقاء له بعد عودته من دولة الإمارات العربية المتحدة. وقال محافظ حضرموت بأن عقده لأول لقاء مع القادة العسكريين والأمنيين لمختلف الأجهزة نابع من أهمية ومكانة تلك الأجهزة التي لولاها لما كانت لحضرموت هذا المستوى من الأمن والاستقرار الذي تنعم به، لافتا إلى أن القيادة السياسية بقيادة المشير عبدالربه منصور هادي تعطي لحضرموت أهمية خاصة وتقديرا كبيرا نظير ما تحققه من إنجازات على كافة المستويات. وأشار المحافظ البحسني إلى أن قيادة المنطقة العسكرية الثانية وقوات النخبة الحضرمية حققوا إنجازا تاريخيا تمثل في تحرير مدينة المكلا ومديريات ساحل حضرموت وبمساندة من دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة،
ليتلوه إنجاز عظيم آخر، وهو تثبيت الأمن والاستقرار وتحقيق نجاحات نوعية على مختلف الأصعدة، مشيرا إلى أن العمل الجماعي لكافة الأجهزة وتعاون المواطنين هو أساس لكل النجاحات المحققة، مشددا على المزيد من اليقظة لكافة الأجهزة الأمنية والعسكرية. وأطلع المحافظ البحسني القادة العسكريين والأمنيين على نتائج زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة ولقائه بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولقاءاته المتنوعة مع شخصيات عسكرية وأمنية ورجال مال وأعمال من أبناء حضرموت ودولة الإمارات، أثمرت في مجملها عن توفير دعم للبنية التحتية بالمحافظة في قطاعات الطاقة والصحة وتعزيز قدرات الأجهزة الأمنية والعسكرية وإعادة تشغيل المطار، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على إجراءات أولية والبدء والعمل لتنفيذ توجيهات سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ومكرمته الخاصة بحضرموت والمتمثلة ب$100 مليون. يسعدني في هذه المناسبة ونحن في مطلع العام الميلادي الجديد 2018 أن أؤكد على القضايا التالية. أولا، حققت حضرموت تقدم ملموس، تقدم كبير خلال الفترة الماضية منذ تحرير مدينة المكلا وساحل حضرموت. تم تطبيع الحياة، تم عودة الحياة الطبيعية إلى كافة المؤسسات وكافة الأنشطة وكافة المجالات في المحافظة، وهذا إنجاز أمني وإنجاز تمويني وإنجاز اقتصادي مهم جدا. أعتقد أن المواطنين في حضرموت وفي كل المحافظات الأخرى يقدرونه تقدير عالي، وها نحن نستعد مجددا لمهام جديدة في مطلع هذا العام. ما أريد التأكيد عليه هو أننا بالنسبة للملف الأمني والملف العسكري سوف يحظى باهتمامنا باستمرار. هذا الملف يعتبر مفتاح للنجاحات في مختلف الأصعدة الأخرى، ولذلك اليوم كان لقاء مهم جدا، لقاء موسع مع القيادات العسكرية والقيادات الأمنية وأجهزة الاستخبارات، الأمن القومي، الأمن السياسي، الشرطة. كان هذا اللقاء بهذه القيادات في مطلع هذا العام مهم جدا، وتم التأكيد على أنه خلال هذا العام سوف يكون الشعار الأساسي هو رفع القدرات النوعية للأجهزة العسكرية والأمنية في حضرموت، وهذه مهمة سوف نطلع بها جميعا إن شاء الله في هذا العام في هذا الملف. على المستوى المدني، على مستوى حياة المواطنين، سوف يكون عام 2018 هو عام التنمية وعام تمكين الشباب. أعتقد أن التنمية مهمة جدا، وسوف ننطلق في هذا الملف بقوة بإذن الله، لأن كل المقومات الحمد لله شبه تم العمل على أن تكون موجودة، ولذلك هذا العام سوف يشهد على مستوى حضرموت عمل تنموي مفيد جدا. في هذا العام سوف يشهد تمكين للشباب، سوف ندفع بالشباب إلى كثير من المواقع الإدارية، المواقع الاقتصادية وفي مختلف الأصعدة بإذن الله. فعام سوف يكون حافل بالأنشطة التموينية ومسألة تمكين الشباب. أعتقد أنه يهم مواطنينا في هذه المناسبة أيضا أن يعرفوا نتائج الزيارة المهمة جدا التي قمنا بها مؤخرا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، واللقاءات التي تمت خلال هذه الفترة، لقاءات مفيدة جدا ومهمة جدا مع المختصين، سواء كان في الأجهزة الأمنية، في الأجهزة العسكرية، في المجال المدني، على المستوى السياسي. وأعتقد أن هذه الزيارة توجد بلقاء تاريخي ولقاء هام جدا تمكننا من خلاله من اللقاء بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وهذا اللقاء نتج عنه نتائج جدا رائعة ومفيدة لحضرموت، ومن أبرزها هو دعم البنية التحتية في حضرموت، ومن أبرزها أيضا هو الحل الجذري بإذن الله لمسألة الكهرباء. لقد وجه صاحب السمو في هذا الجانب بأن تبنى محطة تكون كفيلة بمعالجة وضع الكهرباء في حضرموت، ووجه المسؤولين بهذا الصدد، كما وجه أيضا باعتماد ما يلزم لتطوير القطاع الصحي
وتم التوجيه أيضا والعمل في هذا الاتجاه، كما وجه أيضا باعتماد مبلغ 100 مليون دولار لدعم قطاعات البنية التحتية المختلفة الأخرى في حضرموت. هذه المكرمة شعبنا يقدرها، مواطنينا يقدرونها تقدير عالي، وهذا الدعم لم يأتي من فراغ، هذا الدعم أتى بعد ثقة قادة التحالف سواء كان في المملكة العربية السعودية، في دولة الإمارات العربية المتحدة بالأخص، بما اعتمل في حضرموت وما حققت من نجاحات على الصعيد الأمني، على الصعيد خدمة المواطنين. ولذلك هذه المكرمة سوف تعمل نقلة إضافية، نقلة نوعية للعمل في حضرموت. نحن نقدر هذا المكرمة تقدير عالي، ونتقدم جميعا باسم المواطنين، باسم القيادة المحلية للسلطة المحلية، قادة العسكريين والأمنيين، بخالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد على هذا الدعم الغير محدود. ونقول له ولحكام الإمارات جميعا أن حضرموت سوف تقدر هذا، وسوف تكون على مستوى المسؤولية للاستفادة القصوى من هذا الدعم ومن هذه المساعدات. بإذن الله سوف يكون هذا العام عام انطلاقة جديدة، عام انطلاقة لعمل، وحضرموت تقدر في كل مكان. فخامة الأخ الرئيس عبد الرب منصور هادي يعطي حضرموت اهتمام غير عادي، وهو متابع معي خلال هذه الزيارة، ومهنئا ومبارك لما تم إنجازه، وهو باستمرار يتابع كل ما يعتمل في حضرموت من إنجازات. والحمد لله في مطلع هذا العام الكهرباء الغازية، محطة الكهرباء الغازية التي تم إنشائها مؤخرا في الهضبة، هي جاهزة وأجرت عليها التجربة الأولية لعملها وأثبتت نجاحها، وسوف تدخل للخدمة في القريب العاجل في هذا الشهر بإذن الله. فخامة الرئيس هو الذي وجه بهذه المحطة وتابعها، واليوم يتابع عملية دخولها إلى الخدمة. المواطنين في حضرموت أمامهم متسع للعمل ولتوحيد الجهود ولتوحيد الإمكانيات، وحضرموت مقبلة على خير بإذن الله بتضافر جهود أبنائها. الملف الاقتصادي حظي باهتمام كبير أثناء تواجدنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، التقينا بكبار التجار وشخصيات في مجال الاقتصادي، وكلهم عبروا عن تقديرهم وامتنانهم للمستوى الجيد الذي تسير عليه حضرموت، وعبروا عن رغبتهم في الاستثمار في هذه المحافظة في هذه الظروف. أمامنا عمل كبير وجهد كبير في هذا العام، نسأل الله أن يوفقنا بأن نكون عن حسن ظن أخوتنا وأشقائنا في كل مكان، نسأل الله أن يوفقنا أن نكون عن حسن ظن مواطنينا في حضرموت، فهم يستاهلون كل الخير، ولن نخذلهم أبدا، سوف نكون إلى جانبهم، سوف نكون قريبين منهم. وما هي إلا مرحلة وتظهر حضرموت بحلة جديدة، بثوب جديد، بوضع اقتصادي متطور إن شاء الله. همنا الوحيد هو خدمة المواطنين، ولن نبخل عليهم في سبيل أن يحصلوا على كل ما هو ضروري، كل ما هو أساسي لكي يعيشوا آمنين مستقرين مطمئنين على حياتهم وعلى استقرارهم وعلى أمورهم بشكل عام. المواطنين في حضرموت يهمهم أمر مهم جدا وهام، وهو عمل المطار، مطار الريان. وأثناء الحديث مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد طرحنا هذا الموضوع، ووجه في الحال بعملية افتتاح المطار، كما وجه في الحال بتكليف شركة الاتحاد للطيران في دولة الإمارات العربية المتحدة بإعداد الدراسات اللازمة وفتح خط رحلات بين مطار الريان وأبو ظبي. أعتقد أن هذا عمل مهم جدا، وسوف نتابعه، وسوف يرى الافتتاح النور في القريب العاجل بإذن الله. كل عام وأنتم بخير، كل عام والجميع في صحة وسلامة، كل عام وحضرموت في أفضل حال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ترأس محافظ محافظة المهرة راجح باكريت اجتماعا بقيادة السلطة المحلية بالمحافظة والمديريات وأعضاء مجلسي النواب والشورى ومديري عموم المكاتب التنفيذية وقادة الوحدات العسكرية والأمنية والشيوخ والأعيان والشخصيات الاجتماعية بالمحافظة.
واستعرض المحافظ الخطط والأولويات في تثبيت الأمن والاستقرار وتحسين مستوى الخدمات للمواطنين وتوفير الأساسيات المرتبطة بحياة الناس، وشدد على دور الأجهزة الأمنية في مكافحة التهريب عبر الشريط الساحلي، مشيرا إلى أن السلطة المحلية ستعمل على فتح باب التجنيد في الجانبين العسكري والأمني لأبناء المهرة. عقد بقاعة الأديب علي أحمد باكثير برئاسة جامعة حضرموت الاجتماع الانتخابي للجمعية التعاونية السكنية لموظفي جامعة حضرموت تحت شعار نحو تحقيق أحلام الأعضاء التعاونيين في الحصول على المسكن التعاوني الدائم، بإشراف مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وبرعاية كريمة من اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية، والأستاذ الدكتور محمد سعيد خنبش رئيس الجامعة. وفي الجلسة الافتتاحية التي بديت بآيات من الذكر الحكيم، بارك وكيل حضرموت لشؤون الساحل والهضبة الدكتور سعيد عثمان العمودي لموظفي جامعة حضرموت النجاحات التي حققتها الجمعية السكنية التي تعتبر أحد منظمات المجتمع المدني، مشددا على ضرورة أن يتم اختيار الموظفين المناسبين لقيادة الجمعية السكنية للمرحلة القادمة لاستكمال ما تبقى من المشوار لتحقيق أحلام موظفي الجامعة. من جانبه أشار الدكتور هادي سالم الصبان القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي إلى أن الجامعة تسعى لتحقيق أحلامهم في الحصول على المساكن للموظفين ومنتسبيها، وقال إن رئاسة الجامعة ستكون إلى جانب القيادة الجديدة للجمعية السكنية لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لمتابعة استكمال الإجراءات القانونية مع الجهات المختصة. من جهته قال المهندس ياسر الجنيدي نائب مدير هيئة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بساحل حضرموت إلى أن الهيئة الإدارية للجمعية السكنية لموظفي الجامعة قطعت خطوات إيجابية وموفقة في إجراءات الأراضي لمنتسبيها، مشيرا إلى أن الهيئة ستعمل على مساندة موظفي الدولة والسعي لتحقيق لهم المسكن الدائم، متمنيا التوفيق والنجاح للهيئة الإدارية الجديدة. بدوره قال الأخ عبدالله رمضان نائب المدير العام لمكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ساحل حضرموت أن قيادة الجمعية حققت نجاحات كثيرة خلال الفترة الماضية وتعتبر من أفضل الجمعيات السكنية في المرافق الحكومية، داعيا موظفي الجامعة إلى اختيارهم لأفضل القيادات لإدارة الجمعية للمرحلة القادمة. كما ألقيت بالاجتماع كلمة الهيئة الإدارية للجمعية السكنية لموظفي جامعة حضرموت ألقاها الأخ أحمد أبو بكر باسالم، أشار فيها إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار تحقيق الاستقرار السكني الجديد لموظفي الجامعة لمتابعة ما تبقى من المشروع مع الجهات والمرافق المختصة في المؤسسات الحكومية. بعد ذلك تم انتخاب هيئة إدارية جديدة للجمعية التعاونية السكنية لموظفي الجامعة برئاسة الأخ عبد الرحمن بربيت. في ظل اهتمامات ومتابعة اللواء ركن فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية بتوصيل الخدمات الأساسية لقرى محافظة حضرموت، أطلع المهندس أمين سعيد بارزاق المدير العام لمديرية الشحر ونائبه الأخ مصبح العبد البحسني على سير العمل في مشروع صيانة الطريق الترابية لتبالة الواسط يمعوض الذي بدأ المقاول بتنفيذ العمل فيه. وفي السياق ذاته دشن المدير العام العمل في بئر ماء للشرب في قرية حلي التابعة لمديرية الشحر بعد استكمال أعمال تركيب المضخة مع ملحقاتها من التمديدات وخزانات المياه، والتي سيستفيد من بئر مياه الشرب عدد كبير من ساكني هذه المنطقة. من جانبه اعتبر أهالي قرية حلي هذه الزيارة لمدير عام مديرية الشحر زيارة تاريخية، كون هذه المنطقة لم تتم زيارتها من قبل من قبل أي مدير عام سابق، معربين عن شكرهم وامتنانهم لسيادة محافظ محافظة حضرموت اللواء ركن فرج سالمين البحسني والسلطة المحلية بالمديرية لتوفير مضخة المياه لمنطقتهم، مناشدين محافظ حضرموت والمنظمات الإنسانية إلى هذه المناطق اهتماما أكبر، وخاصة في الجوانب الصحية والتعليمية والتموينية. ختام الأخبار تذكير بأبرز ما ورد فيها من أنباء. رئيس الجمهورية يؤكد أن الخلاص من العصابة الانقلابية المارقة هو الخيار الأوحد لبناء اليمن الاتحادي. المحافظ البحسني يعقد اجتماعا بالقادة العسكريين والأمنيين ويعلن 2018 عاما لرفع القدرات النوعية للوحدات العسكرية والأمنية والتنمية وتمكين الشباب. محافظ المهرة يترأس اجتماعا للسلطة المحلية.
وبالتذكير بالعناوين نكون مشاهدين الكرام قد وصلنا وإياكم إلى ختام الأخبار قدمناها لكم من قناة حضرموت الفضائية. إلى الملتقى، دمتم في أمان الله.